مسرور. نعم يا أمير المؤمنين، إلي بحاجبي الفضل بن الربيعة. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. سلام الله على أمير المؤمنين. وعليك سلامه ورحمته. من بباب مجلسي يا فضل؟ ثلاثة من أحب جلسائك يا أمير المؤمنين: قاضي القضاة أبو يوسف، وشيخ الرواة الأصمعي، وشيخ الشعراء أبو العتاهية. تفضلوا بالدخول إلى مجلس أمير المؤمنين هارون الرشيد. أحمد الله على أن حباني بكم في مجلسي، فالجلساء الصالحون الأحباء نعمة من الله تعالى تستوجب حمده وشكره. وأنتم يا أمير المؤمنين حين تتفضلون علينا بمجالستكم فإنما تمنحوننا أعظم النعم وأسمى الشرف. مجالسة الأحباء الأصفياء ليست من نعم الدنيا فحسب، فهي كذلك من نعم الآخرة. وقد وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم يجلسون متقابلين حيث يأنس كل منهم بحديث صاحبه ومودته، فقال جل شأنه: في جنات النعيم على سرر متقابلين. كما جعل من عذاب أهل النار أنهم يفتقدون الصديق الحميم الذي يجالسونه ويأنسون بمودته وحديثه. وقال عز وجل على لسان أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولكن مجالس الأصدقاء لها حقوق، أهمها أن تكون مجالس خير وتقوى ومناصحة ومؤانسة. ومجلسنا هذا بحمد الله مجلس دين وعلم وأدب. ولذلك أوصى أحد الحكماء ابنه فقال: يا بني جالس أهل العلم، فإن جهلت علموك، وإن زللت قوموك، وإن أخطأت لم يفندوك، وإن حضرت زانوك، وإن غبت تفقدوك. وأذكر في شأن العلم والعلماء ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، وبذله لأهله قربة،
يرفع الله به قوما فيجعلهم أئمة تكتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم. انظروا إلى قول معاذ بن جبل ويقتدى بفعالهم، ففي هذا إشارة إلى وجوب أن يعمل العالم بعلمه، لأنه موضع القدوة بين الناس. وفي هذا قلت هذه الأبيات: يا ذا الذي يقرأ في قدبه ما أمر الله ولا يعمله، قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعله. من كان لا تشبه أقواله أفعاله فصمته أجمل. صدقت يا أبا العتاهية، فعلى كل عالم ألا يتصدى للعلم إلا إذا كان قادرا على تحمل أمانته وهي العمل به. والعلم بلا عمل مثل شجرة بلا ثمر. ومن الأقوال المأثورة الشريفة: من تعلم العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يميل به وجوه الناس، أو يأخذ به من الأمراء. عاذنا الله من مثل هؤلاء العلماء. ولا أنسى أبدا يا أمير المؤمنين ما قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكميل النخعي: يا كميل، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو مع الإنفاق، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الزمان، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إليهم. أجل يا علي أجل، آه شوقا إلى هؤلاء العلماء الهداة الدعاة. سأحكي لكم ما حدث في حلقة وكيع. وكيع ابن الجراح علامة الحديث بالكوفة؟ أجل يا أمير المؤمنين، ذلك عالم جليل ورع، لقد أردته أن يكون قاضي الكوفة ولكنه اعتذر بإصرار عنيد، مثل أستاذك أبي حنيفة مع جدي المنصور. القضاء أمانة لا يطاق حملها، وها أنت حملتنيها يا أمير المؤمنين. إذا اعتذر كل عالم عن القضاء فمن يكون له يا أبا يوسف وأنت قاضي القضاء؟ بلغني أن وكيعا يكاد يصوم أيامه كلها. وكيع بن الجراح قد فرغ نفسه للعبادة والعلم، وبخاصة علم الحديث كما تعلمون. احكي لنا يا أصمعي ما جرى في حلقة وكيع. كان وكيع بن الجراح يلقي درسه في حلقته بالمسجد ذات يوم. حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما حبوا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وأختتم درس اليوم بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. يا أستاذي، إني سائلك عن أمر أعاني منه الكثير. عافاك الله يا بني، اجلس. إنني ألازم حلقة درسك كل يوم وأستمع جيدا لكل ما فيها، ولكني ما أكاد أغادر الحلقة حتى أجدني غير واع لما قيل فيها. أمرك عجيب يا ولدي. والأعجب من هذا أنني أحاول جاهدا في كل مرة أن أختزن ولو شيئا مما تقول، ولكني حين أخلو إلى نفسي أجد ما حاولت اختزانه قد تبدد من عقلي وكأنه سراب. لما لا تقيد الدرس بالكتابة؟ إنني أكتب في هذه الأوراق ما ترويه لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحكام ومأثور الكلام، ولكنني لا أستطيع حفظها برغم مذاكرتها حينا بعد حين. هل تشكو من مرض؟ ها أنا ذاك ما ترى يا أستاذي، صحيح البدن موفور العافية بحمد الله، وفي ريعان شبابك وتبدو عليه كنظرة النعيم. ويحي ويحي يا أستاذي، كل شيء موفور لدي لولا سوء حفظي، لولا سوء حفظي. هل أنت مرتاح البال في أهلك وعشيرتك؟ كل الراحة. وفي عملك؟ عملي؟ لا عمل لي. أنت لا تعمل؟ أجل. ومن أين تأكل إذن؟ من ميراث أبي. ومن أين المال لأبيك؟ من ميراث جدي. ومن أين كان لجدك؟ لا أدري. وكيف تأكل من هذا المال الموروث دون عمل؟ وكيف أشغل نفسي بالعمل مادام لدي هذا المال الذي يجعلني أعيش في رخاء ورفاهية؟ ألم تسمعني أروي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. وهل أنا أسأل أحدا أن يعطيني مالا؟ أنت هكذا بمنزلة من يعطى مالا من غيره يعيش به. ماذا؟ المال الذي تنفق منه مال أبيك وليس مالك. أليس من حقي أن أرث هذا المال عن أبي؟ بلى، ولكن حق نفسك عليك، بل حق هذا المال أن تستثمره، بأن تستغله في تجارة أو في صناعة فتربح منه وينتفع الناس به. لما كل هذا؟ حتى لا تعيش عالة على مال أبيك وتظل بطالا هكذا. يا أستاذ، ألم تسمعني في درس سابق أروي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لألقى الرجل فيعجبني فأسأله ألك حرفة؟ فإذا قال لا سقط من عيني. كأنك بذلك يا أستاذي تزهدني في أن أكل من المال الذي ورثته عن أبي. وهل تسمي ذلك زهدا؟ الزهد يا ولدي لا يكون إلا في المال الحلال. وهل مالي حرام؟ ألم تقل لي إنك لا تدري من أين جاء هذا المال لجدك؟ وهل يعني هذا أنه حرام؟ بل يعني هذا أننا لا نستطيع الحكم عليه، أحلال هو أم حرام، لأننا نجهل مصدره. والزهد لا يتحقق إلا في مال نكون على يقين بأنه حلال. ولهذا لو أن رجلا نذر ألا يأكل إلا حلالا، ولا يلبس إلا حلالا، ولا يمشي إلا في حلال، لقلنا له: اخلع ثيابك وارمي بنفسك في نهر الفرات. ولو أن رجلا
بلغ اليوم في ترك الدنيا مثل سلمان وأبي ذر وأبي الدرداء ما قلنا له أنت زاهد. أيبلغ درجة هؤلاء في الزهد ونقول له لست زاهدا؟ لأن الزهد يا ولدي لا يكون إلا في ترك الحلال المحض، وهؤلاء زهدوا في الحلال المحض. أما اليوم فالحلال المحض لا نعرفه على وجه اليقين. يا بني، إن الدنيا عندنا حلال وحرام وشبهات، فالحلال حساب والحرام عذاب والشبهات عتاب. فبماذا نسمي هؤلاء الزاهدين في أيامنا هذه؟ نسميهم أتقياء ورعين. ولكن لماذا سألتني عن مصدر رزقي وأنا أشكو لك سوء حفظي؟ لأعلم أحد أسباب سوء حفظك للعلم. ماذا؟ أنت تعيش على غير كعالة. ماذا؟ وبهذا تعيش في بطالة يا أستاذ. والبطالة فراغ يصيب المرأة بالاسترخاء والخمول وينتهي به إلى البلادة. أنا لست بليدا. بل وأراك عاصيا. عاصيا؟ أليست البطالة عصيانا لأمر الله تعالى حيث يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ وهل هذا سبب لسوء حفظي؟ أجل يا بني، وأريد أن تصدقني القول فيما أسألك عنه. هل هناك سبب آخر لسوء حفظي؟ قل يا بني، هل ترتكب من الذنوب ما يغضب الله عز وجل؟ كلا. لا تكذب. أنا لا أكذب. يا ولدي، إذا أخفى المريض على الطبيب حقيقة مرضه فهل يستطيع علاجه؟ فاصدقني القول من أجل نفسك. أنا أعرف أنت شاب ولديك الثروة وليس لديك عمل، وبهذا يصدق فيك قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والعاصي يا ولدي لا حرج عليه أن يتوب، فالله يحب التوابين. صدق الشاعر فيما قال، وإني بإذن الله من التائبين. على أن تكون توبة نصوحة. وأبشرك يا ولدي بأنك ستكون إن شاء الله من العلماء العاملين الورعين. وقال طالب العلم هذا شعرا طريفا فيما جرى بينه وبين وكيع بن الجراح، وذلك حيث يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وذلك أن حفظ العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. يذكرني هذا بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة. ليت علماءنا يكونون مع طلابهم مثل وكيع. أجل أجل يا أمير المؤمنين، فهؤلاء طلاب العلم اليوم وعلماء الغد. وعيون الناس دائما معلقة بالعلماء. يكفيهم فضلا أنهم ورثة الأنبياء، وقد امتدحهم الله تعالى حين قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفعهم درجات، وذلك حيث يقول جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يجعل مسؤولية العلماء كبيرة عظيمة الخطر، لأنها عظيمة الأثر. ولهذا كان حسابهم عند الله أشد حساب، وكان ثواب من صلح منهم وأدى رسالته على خير وجه قولا وفعلا أعظم ثواب. ولهذا كله يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة كما في الحديث الشريف.
ولكن العالم يظل دائما طالب علم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. ولهذا حين سئل شيخنا أبو عمرو بن العلاء هل يحسن بالشيخ أن يتعلم، قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. لقد جعل العلم قرين الحياة. ولهذا يقال: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. وقال شاعر: يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيب، إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. كيف يكون غريبا من يطلب الناس مجالسته والاستماع إليه والإفادة منه؟ ولهذا أوصى لقمان الحكيم ابنه بقوله: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. أحق الناس بمجالسة العلماء ومشاورتهم أصحاب الحكم والسلطان، ولهذا أحرص على لقاء العلماء في مجلسي هذا كما أحرص على لقائي بكم. هذا تشريف وتكريم لنا يا أمير المؤمنين. ولعلكم تعلمون أنني ذهبت إلى لقاء مالك بن أنس عالم المدينة في بيته، وذهبت إلى الفضيل بن عياض في داره بمكة، فإني أعلم كما قال الأحنف بن قيس أن كل عز إذا لم يؤكد بعلم فإلى ذل يصير. أعز الله بك الإسلام والمسلمين يا أمير المؤمنين. وإني لأعلم أن مجالسة الحكام للعلماء تعود عليهم وعلى رعيتهم بعظيم النفع وعميم الخير. أذكر في هذا أمرا وقع من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو من نعرفه جميعا ورعا وعدلا وصلاحا. لقد نزعه عن بني أمية عرق جرى فيه دم بني الخطاب، ولهذا كان جده عمر رضي الله عنه هو القدوة والمثل الأعلى له. لقد أعطى عمر بن عبد العزيز عبيد الله بن عتبة بن مسعود 1000 دينار من بيت مال المسلمين، فعجب بعض الناس وجاء أحدهم إليه يسأله: لقد جئت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمشق لأسألك عن بعض الأمور يا أمير المؤمنين. تفضل يا أخي، تفضل. مرحبا بأخ جاء من أحب البلاد إلي، فقد تفتح صباي على نور مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيها مسجد الرسول حيث تلقيت العلم، وفي ربوع المدينة وعلى دروبها أمضيت أحلى أيام الصبا حتى صرت يافعا وشابا. وعشت مع أخوالك بني الخطاب. هم خير أهلي، وهم الذين نزعوا بك إلى الشدة وغرسوا فيك حب العدل حتى صار إمامك جدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن كجد عمر؟ أنت يا عمر. ويحك يا رجل، أنا لا أبلغ في قيمتي الغبار الذي يتناثر من نعل جدي عمر بن الخطاب. كلنا يعلم أنك تقتفي آثار خطاه وتسير بصيرته. إنما أحاول، وليس لي إلا شرف المحاولة. وهل كان ابن الخطاب رضي الله عنه يسير بتلك السيرة في حكمه إلا لكي يمضي فيها كل من يجيء بعده من الخلفاء والأمراء؟ وهل كان يضع لبنات الدولة الإسلامية الشامخة إلا لكي يضع كل من يجيء بعده لبنات ولبنات؟ بل ليت من جاء بعده أبقى على هذه اللبنات العمرية. أنت يا أمير المؤمنين. أنا؟ أخذت تنفض الغبار الذي غشي هذا البناء العمري
وتمسح عنه ما خضبه من دماء المسلمين والتي لم تهدر في سبيل الله بل في سبيل الأهواء والمطامع. غفر الله لهم ولي. لقد بدأت سيرتك العمرية منذ أن توليت إمارة المدينة، ثم استأنفتها بقوة وحسم وحزم حين توليت الخلافة، فانتشر العدل ومع العدل الأمن والرخاء. ليت ما تقوله يا أخي أن يكون صدقا. ومن السنن العمرية التي أرسى قواعدها من قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مراجعة الحكام فيما يصدرونه من أحكام وفيما ينفقونه من بيت مال المسلمين. لو لم يكن الحاكم كذلك لأخذته عزة السلطان، فيخطئ دون رقيب أو حسيب، وخطأ الحاكم حتى لو كان صغيرا يعود أثره على الأمة كلها. لهذا جئت أسألك يا أمير المؤمنين عن أمر عجيب لا أصدقه على الرغم من شيوعه بين الناس. ماذا سمعت؟ عافاني الله وإياك. سمعت أنك أعطيت عبيد الله بن عتبة بن مسعود 1000 دينار من بيت المال، ولكني أنكرت هذا النبأ وسفهت من أذاعه أو صدقه. جانبك الصواب يا أخي، غفر الله لي ولك. إذن ما سمعته صدق وحق؟ لولا أنك أنت الذي تقول لي هذا ما صدقت ذلك. ولماذا يا رجل؟ لماذا؟ أنا الذي أسألك لماذا؟ لماذا أعطيت عبيد الله بن عتبة 1000 دينار من بيت المال وأنت تأخذ نفسك وأهلك بالتقشف والورع حتى لا تنفق دينارا بل درهما إلا لحاجة، وأكاد أقول إلا لضرورة؟ تحرم بني أمية الكثير من أموالهم وتحاسب ولاتك وعمالك أشد حساب، ثم تعطي عبيد الله بن عتبة 1000 دينار من بيت مال المسلمين؟ يا أخي، لقد أعطيته هذا لأنني أكثر من مجالسته وأفيد من علمه ورأيه. تعطيه 1000 دينار من أجل هذا؟ ويحكم ويحكم، أين يذهب بكم؟ والله إني لا أعود برأيه وعلمه على بيت مال المسلمين بألوف وألوف من الدنانير. صدق حفيد بن الخطاب، فالمستشار الحكيم للخليفة أو الأمير يعود على الأمة بالخير والسداد والرشاد. ولهذا على جليس الخليفة أو الأمير أن يكون في المكانة التي تؤهله لذلك. من أجل هذا يا أمير المؤمنين حرص جدك العباس بن عبد المطلب على أن ينصح ولده عبد الله بن عباس حين اصطفاه الخليفة عمر بن الخطاب جليسا له يستشيره في بعض أموره، فقال: يا بني، إني أوصيك بخلال 4 لا تفشين له سرا ولا يجربن عليك كذبا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطوين عنه نصيحة. الحق أن ما قاله جدي العباس مطلوب من كل جليس أنيس لخليفة أو أمير أو صديق. الجليس الصالح مصلح لمن يجالسه بقوله وفعله. ولهذا قال الشاعر الحكيم لبيد العامري: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ولهذا قال أبو الدرداء: صاحب صالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء. قتل الله صاحب السوء أو جليس السوء، فهما بلاء أي بلاء. لقد ذكر جعفر بن سليمان أنه رأى مع مالك بن دينار كلبا فقال له: ما هذا الكلب يا مالك؟ فأجاب: هذا الكلب
خير من جليس السوء. ومالك بن دينار هذا التقي الورع يقول أيضا: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. وقال بعض الشعراء الظرفاء في جلساء يضيق بهم: إني أجالس معشرا حمقى أخفهم ثقيل. قوم إذا جالستهم صدئت بقربهم العقول. الله الله الله. لا يفهموني قولهم ويدق عنهم ما أقول. ولهذا قيل: إذا أردت أن تعاقب عاقلا فاحبسه مع جاهل. وسئل أعرابي: من أحق الناس بالرحمة؟ فقال: الكريم يسلط عليه اللئيم، والعاقل يسلط عليه الجاهل. وكان الله شر الجهلاء والحمقى، فلم يبق لنا من متع الحياة بعد أن أدركتنا الشيخوخة سوى الحديث مع العقلاء الصالحين. هؤلاء صاروا قلة يا شيخنا أبا يوسف. بل صاروا أقل كما قال الشاعر: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. سئل بهلول المجنون: كم عدد المجانين في بلدك؟ فقال: يا سيدي يا سيدي، الأيسر لي أن تسألني كم عدد العقلاء. وصف أحد الأعراب رجلا أحمق ابتلي بمجالسته فقال: إذا حدثت يسبقك إلى الحديث، وإن سكت عنه هاجمك بحديث الحماقات والترهات. ما أظرف كلام هؤلاء الأعراب. وقال أعرابي آخر: لا مرض أوجع من قلة العقل. أعلم يا أصمعي أنك مولع بلقاء الأعراب في البوادي والأخذ عنهم. أجل يا أمير المؤمنين، فقد أنفقت صبايا وشبابي في الرحلة إليهم ومجالستهم حتى أتزود بفصيح الكلام منهم، فهم الذين سلموا من بلاء العجمة والهجنة، فوجدت لحديثهم فوق فصاحته حلاوة وطلاوة. فاذكر لنا بعض أحاديثهم. سمعت أعرابيا يقول: من غرس الخير أنتج له فراخا تطير بأجنحة السرور، ومن غرس الشر أنبت له نباتا مرا قضبانه الغيظ وثمرته الندم. الله الله، ما أطرف خيالهم وأصفى عبارتهم. هؤلاء البدو يعيشون على الفطرة السليمة، وبقدر ما أكسبتهم الصحراء من الخشونة والصلابة أكسبتهم صفاء الذهن وذكاء العقل وصراحة القول التي قد توجع. ولهم في ذلك نوادر وأجوبة مسكتة لاذعة. من ذلك أن أعرابيا قدم مدينة فلقيه واحد من أهلها وصاح به: يا أعرابي، أين ربك؟ فقال له: بالمرصاد. لقد طهرت الصحراء البدو من التكلف الذي قد يعتبره البعض جلافة وغلظا في الطبع. هؤلاء قوم يعيشون على سجيتهم ويتحدثون كذلك على سجيتهم. لن تفسدهم حياة أهل الحضر المصنوعة المتكلفة. ولهذا يقول الشاعر: حسن الحضارة مجلوب لصاحبه، وفي البداوة حسن غير مجلوب. وليس هذا بغريب، لقد قال عمر بن عبد العزيز: ما قوم
أشبه بالسلف من الأعراب لولا جفاء فيهم. وقال غيلان الثقفي: إذا أردت أن تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب. أتحفظ منه شيئا يا أصمعي؟ الكثير الكثير يا أمير المؤمنين. فاجعل مسك الختام لمجلسنا هذا دعاء أحد الأعراب. إذا كان الأصمعي يحفظ الكثير من أدعية الأعراب كما يقول، فلما لا يختتم مجلسنا كل ليلة بدعاء لأحدهم؟ لا تشق عليه يا فضل، يكفينا 10 مجالس أو 20. لو شئتم زدت يا أمير المؤمنين. فلتكن 30 يا أصمعي. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وختام مجلسنا الليلة دعاء أحد الأعراب، حيث يقول: اللهم أسألك الصلاح في الولد، والأمن في البلد، والعافية في الجسد، وأسألك الفلاح في العمل، والنجاح في الأمل، حين ينقطع بي الأجل، إنك سميع مجيب.